بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن الآن بمحرك التبوريضة بجامعة سول باستفادتي رئيس لهذه الجماعة واستعدادا لهذا النشاط لإحياء هذا التراث ديال القبيلة اللي هو التراث ديال الآباء والأجداد اللي هو فن التبوريضة. نحن اليوم في الاستعدادات من أجل يعني يكون إن شاء الله في الأسبوع المقبل هاد المحرك جاهز للمقدمين ديال الصورة. الكل كيعرف بأن جماعة سول كل سنة تحيي هاد المهرجان الربيعي، اليوم راه في الدورة ديالو 13 اللي كيتزامن مع عيد العرش المجيد من شهر يوليوز. الكل كيعرف كذلك بأن القبيلة فيها مولوعين وفيها مجموعة من الصرب ديال التبوريضة، وهاد الناس اللي هما مولوعين بهذا النشاط يعني كينتظروا عن كتب هاد الأنشطة ديال فن التبوريضة. فبحكم أننا في تواصل دائم مع المواطنين ومع عامة الناس، فجميع المقدمين تيقول لك ودي لابد ما تحيونا أنشطة من هذا الشق، لأن احنا يعني كالربي والفراس من أجل تكون عندنا تظاهرات. الكل كيعرف بأن حاليا المقدمين يتحملون مصاريف ديال الأعلاف وديال التربية وديال هذه ديال الخيول، وكينتظروا بحال هذه الأنشطة اللي تكون يعني في الإقليم، لأنه يصعب عليهم يعني الانتقال لمناطق نائية وبعيدة. فكل قبيلة يعني معروف عليها بأنها تنشط في القبيلة ديالها وفي الجهة كذلك، وكيصعب عليها يعني تمشي المهرجانات الوطنية اللي هي نائية. فلابد احنا كجماعة وعند الطابع القروي نحافظوا على هذا الموروث اللي هو موروث ديال الأجداد، وفيه يعني واحد النكهة وفيه واحد طابع خاص اللي هو حفاظ على هذا التربية ديال الفراس وديال الفرسان. وفي الآونة الأخيرة كنلاحظوا كذلك تشبيب هاد المقدمين يعني مجموعة من الشباب اللي ولاو تاهما مولوعين بهاد النشاط الرياضي، وما علينا احنا كذلك كمسير للشأن المحلي إلا نهضوا بهاد التراث ونحافظوا عليه، لأنه كذلك كيدخل في الطابع ديالنا الوطني والطابع المحلي. وصلوا عدد الصربة إلى 60 صربة كتضم الغالبية ديالها عامر والسهول وحصين وبوقنادل وبعض الصراب اللي هي كتجي من بعض قليلة جدا، لأن إلى فتحتي المجال أمام الجميع كيصعب عليك التنظيم، لأن هادشي هذا كتكون سابقة واحد اللجنة أمنية اللي هي تهي كتدخل يعني في التنظيم وفي الأورغانيزاسيون ديال هذا، وباش يعني نضبطوا الأمور وتكون يعني واحد العدد ديال الصراب اللي نقدروا نسيروا ونقدروا نبرمجوا ونقدروا نتحكموا، فهذا كيكون الغالبية ديالهم يعني من إقليم سلا. أهم المخرجات هي كنا يعني اجتمعنا مع هذه يعني كالمعتاد كل سنة يعني قبل من انطلاق ديال المهرجان كنستدعيو الغالبية ديال المقدمين، ودابا راه كلشي كيعرف بأن كاين لي ميديا وكذا كتنشر يعني في الموقع ديال الجماعة كومكوا جميع يعني المقدمين يجي وندير واحد الاجتماع قبلي من أجل الوقوف، من أجل يعني التشارك، ومن أجل يعني لكاين شي نواقص يفيدونا بها. وفرزنا واحد اللجنة كذلك تضم يعني تقريبا شي ثلاثة ديال الناس اللي هما من الصراب ديال الإقليم، فيها واحد من عامر واحد من حصين وواحد من السول، من أجل تا هما يوقفوا معنا ويشاركوا معنا في هاد الأمور من أجل إنجاح هاد المهرجان، وتهم يتحملوا معنا المسؤولية شيئا ما في الترتيبات في النصائح في الأمور اللي هي يمكن تعطي قيمة مضافة للمهرجان. وهو حفاظ على التراث الوطني، التراث جميع التراث الوطني، وكيحتاج إلى داعمين لأنه
يعني خوفا من الانضطار ديال مجموعه من الانشطه اللي هي سواء في الطابع القروي سواء في الطابع الحضري. يعني لا بد من داعمين، لان احنا كنشوفوا حاليا لا في فلاحه ولا في مجموعه من الانشطه والمنتجات اللي هي ولات تعاني من الخصاص، وهذا اشكال. حتى في التربيه ده تربيه الخيول دابا ليس بالسهل، لان الكل كيعرف توالي سنوات الجفاف وارتفاع هاد الاثمان ديال الاعلاف وواحد المجموعه من الامور. يعني حفاظا على التراث خص التدخل ديال الداعمين، سواء وزاره الفلاحه سواء مجموعه من المؤسسات اللي هي يمكن لها تعطي قيمه مضافه. وهو ما يمكنش يد وحده تصفق، خاص الجميع ينخرط ويساهم من اجل يعني الحفاظ على التراث الوطني ديالنا. وشكرا. نساتك الساكنه بحضور كثافه. وبالنسبه للساكنه هذه القبيله ديالهم، حنا ما الا حنا مسيرين، يعني حنا مسيرين وحنا ناس اللي هنايا باش نخدموا المصالح ديالهم وفق الامكانيات المتاحه. يعني نصيحتي للاخوان السون، يعني يجيو يحضروا لهذا المهرجان اللي هو مهرجان ديالهم، ويمكن يعني فيه كذلك هو مناسبة للتواصل، مناسبة لتبادل الآراء، مناسبة لواحد مجموعة من الأمور وصلة الرحم كذلك. ونتمنوا يعني يكون الحضور كبير إن شاء الله بالنسبة لأبناء المنطقة، وكذلك عامر حسين ومقندل. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.